بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأحبة السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى برنامج قهوة الصباح لهذا اليوم. صباح الابتسامة، صباح التفاؤل، صباح النشاط على نهاية الأسبوع اللي اليوم إن شاء الله راح نقضي معكم أوقات جميلة وسعيدة في برنامج قهوة الصباح، ومقبلين على إجازة لمدة 3 أيام نتمنى أن تستغلوها مع الأهل وفي أوقات ممتعة وسعيدة بمشيئة الله. أحبتنا اليوم في برنامج قهوة الصباح مثل ما تعودتوا مجموعة من الفقرات ومجموعة من المحطات، يمكن حلقة الأربعة مثل ما تعودنا في فقرة رئيسية دائما بشكل أسبوعي هي فقرة مصاريفنا. اليوم راح نتكلم في هذه الفقرة مع ضيفنا المحلل المالي اللي تعود أن يكون متواجد معنا كل يوم أربعاء، الأستاذ علي الشرقي. راح نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو التخطيط المسبق ماليا، وكيف بهذا التخطيط ما نعرض أنفسنا لأزمات مالية. أيضا موضوع آخر أحبتنا مثل ما ذكرت أن إحنا اليوم نهاية الأسبوع لهذا الأسبوع، عندنا إجازة لمدة 3 أيام، الخميس والجمعة والسبت، والسلطنة ولله الحمد شهدت أمطار خير وبركة خلال الفترة الماضية، والناس أتصور الكثير من الناس اللي يخطط لقضاء أوقات ممتعة مع الأسرة ومع الأهل مع هذه الأجواء الماطرة سواء في الأودية أو في غيرها. راح نتكلم في هذه الفقرة بالتحديد عن احتياطاتنا وعن أخذ الحيطة والحذر إذا حن فعلا مخططين أن نقضي يعني هذه الإجازة في أجواء مع في الأودية في مع هذه الأمطار. سالفتنا اليوم أحبتنا ما بعيدة عن الموضوع السابق، راح نتكلم عن مدى التزامك بالتحذيرات ومدى التزامك عزيزي المشاهد بالتنبيهات التي تصدر حول الأمطار، مدى أخذك هذه التنبيهات بشكل جدي. طبعا موضوعنا أيضا الثالث في قهوة الصباح لهذا اليوم راح نتكلم عن مهرجان البانتومايم المسرحي، هذا المهرجان الذي يعرف أيضا بالإيماء الحركي. المهرجان طبعا أحبتنا يقام في صلالة، في مجموعة من الفرق المسرحية راح تشارك في هذا المهرجان، راح نستضيف إحدى هذه الفرق ونتكلم بشكل أكثر وبشكل أوسع عن موضوع المهرجان. أيضا أحبتنا راح يكون لدينا اتصال مع الأرصاد الجوية للوقوف حول آخر مستجدات الطقس والحالة، حالة الأمطار، أمطار الخير اللي تمر فيها السلطنة ولله الحمد في هذه الأيام. أحبتنا صباحكم خير وصباحكم ابتسامة دائما إن شاء الله.
حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامج قهوة الصباح لهذا اليوم. على بركة الله نبدأ البرنامج مع المحطة الأولى، ومثل ما ذكرنا لموضوعنا اليوم فقرة مصاريفنا، هذه الفقرة اللي نستضيف فيها المحلل المالي الأستاذ علي الشرجي. وطبعا مثل ما ذكرت أن في هذه الفقرة اليوم راح نتكلم فيها عن تخطيط المسبق لمصاريفنا وبالتحديد للمناسبات. احنا ولله الحمد يعني المناسبات كثيرة عندنا، احنا في هذا في شهر مايو، اليوم دخلنا في شهر مايو، خلاص بدأت المناسبات في الإجازة الصيفية، الناس اللي تخطط للرحلات، تخطط لقضاء للسفر أيضا. بعد ما نخلص الصيف بيجينا شهر رمضان، وشهر رمضان فضيل وكريم، لكن حن مناسبة أيضا ونصرف فيه الشيء الكثير. بعد رمضان بيجينا عيد الفطر إن شاء الله بالصحة والعافية على الجميع، وأيضا يحتاج أن نصرف. بعد رمضان بيجينا العودة للمدارس، وإحنا ماشيين في مناسبات. طيب كيف نخطط لهذه المناسبات وكيف ما نورط أنفسنا في عملية المصروف؟ هذا طبعا راح يوضح ضيفي في الاستوديو الأستاذ علي الشرجي. صباح الخير أستاذ علي. صباح الخيرات، حياك الله. خلنا في البداية نتكلم عن تخطيطنا أخوي علي لمصروفنا في هذه المناسبات. صحيح، التخطيط أمر أساسي الأمر أساسي اللي يكون معاك المقدرة على إدارة أمورك المالية. لو ما معك هذا التخطيط أحتاج أن عندك مفاجآت، والمفاجآت هذه يمكن تسبب بعض الإخفاقات وبعض التحديات السلبية وبعض الديون وبعض المشاكل المالية. صحيح. فحلقة اليوم نحن يعني نبي نكون وضح، نسميها زي المؤشرات، مؤشرات إذا استفدت منها من النصائح هذه، المؤشرات هذه، ممكن أنك أنت تتجاوز الفترة القادمة. كثير من الناس يرون الأربع أشهر القادمة من أصعب الأشهر في السنة، من أصعب. محتاجة إدارة قوية هذه المصاريف، محتاجة إدارة، محتاجة وعي، محتاجة كمان حسن التدبر. نبدأ أول حاجة ببعض الناس اللي عندهم أولادهم في المدارس الخاصة. عندنا تقريبا شهر، خلال الشهر هذا لازم تدفع كل الزمات المالية اللي عندك تجاه المدرسة هذه. فإذا أنت مخطط وعامل مخصصات مالية للدفع رسوم المدرسة، هذا شيء جيد. لو ما عندك أكيد راح يأخذ من الراتب، والراتب هذا أصلا زي ما أنت عارف له مخصصات لأمور أخرى، وتأخذ من هذا تدفع فيه رسوم إيش؟ رسوم المدارس للدراسة. صحيح. هذا الأولاد عنده مدارس الخاصة. من ثم نقبل على إجازة الصيف. في بعض الناس مخططين، تجد مثلا بداية العام من شهر يناير عندهم مبلغ يستقطع شهريا حق الإجازة، لكن في بعض الناس الإجازة الصيف بالنسبة لهم عبارة عن تقليد ومحاكاة. إذا جاره مسافر وراح بلدة آسيوية وغيره، أو حد من عمومته، أو حد من يعني مثلا من أقارب والأهل، فمن باب التقليد والمحاكاة هو ما كان في باله أنه يسافر، فيقول لي أنا كمان أخذ أولادي وسافر. فما كان عنده مخصصات مالية لعملية السفر هذا في الصيف، فأكيد هذا المبلغ هيكون مستقطع من مخصصات أخرى حق إجازة الصيف. شهر 7 نحن بندخل برمضان، وعمليا أنا حسبت حسبة بسيطة، وجدت أن يعني السنة هذه رمضان، يعني أنا ما أعرف كيف يكون توزيع الرواتب، لكن الحسبة اللي عندي أن عملية هي عبارة عن راتب واحد، يعني رمضان بيبدأ في تاريخ 8 أو 9 أو 10 شهر 7 وبينتهي على 8 أو 9 8، فعمليا عبارة عن راتب يعني واحد. ما جاء في شهر رمضان. نعم. راح يكون راتب واحد بس تقريبا. نعم. إلا لو في استثناءات، وبيكون بعيد بعد فترة في شهر أغسطس بيكون بعيد شوية. صحيح، إلا لو في استثناءات. لكن يعني في العادة يعني مرات يصادف رمضان ينزل لك راتبين، راتب خطه في بداية رمضان وراتب آخر خطه في نهاية رمضان. لكن في يعني السنة هذه حسب الحسبة اللي عملتها عبارة عن راتب واحد، هذا كمان تحدي آخر. خلصنا من رمضان، دخلنا العيد مثل ما ذكر الأخ هلال. بعد العيد عندك العودة للمدارس. المدارس زين. طب هذا الأمور الواضحة اللي هي معروفة عند الكل، ثابتة ورئيسية، هذا خلاص رئيسية. الناس عرفتها. في كثير من أشياء ما نسميها من المفاجآت. إيش المفاجآت هذه؟ ما أنها موجودة وناس عارفة أنها موجودة، لكن الناس تجدها عبارة عن مفاجآت. موسم الصيف عندنا في عمان هي موسم العراس. كثير من الناس كانوا ينتظروا نهاية العام الدراسي ومن ثم يدخل لمراحل العرس، فكثير من الأعراس والأفراح بتكون في الفترة هذه في الصيف. ومثل ما تعرف أن يعني بالنسبة للأخوات لما تستقبل دعوة عرس على طول تفكر في موضوع المصاريف اللي بتكون لهذا العرس. هذا واحد. نعم. اثنين، من الأشياء معروفة أن موضوع الأفراح هذه والعرس. اثنين،
سبحان الله، مع ان الناس مدركه ان مثلا بعض الناس يعرف ان مثلا الملكيه اللي عندي ملكيه السياره راح تنتهي في شهر 5 وتنتهي في شهر 6 وعلي انا اجددها، عشان اجدد السياره هذه لابد ان ادفع قيمه التامين سواء شامل او طرف ثالث. طيب. فبس البعض يرى انها هي عباره عن مفاجاه، ما كان عنده مدخرات او توفير سابق ويتفاجئ الان مطالب به. نشارك شويه المشاهدين ان شاء الله، لان في اتصال جاهز عندنا. الو، صباح الخير. صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا وسهلا، حياكم الله. الله يسلمك. هذه اول مره يعني الحمد لله فاتني الحظ واتصل واحصل خط يعني. وما اخر مره ان شاء الله، احنا بنسعى بتواصلك كل يوم ان شاء الله، نتعرف عليك الله يسلمك. الله يسلمك. نتعرف عليك. معك ام محمد من طلاله. ام محمد، مرحبا ام محمد، تفضلي. الله يسلمك. بخصوص المصاريف، انا بس نعم. دائما يعني أثار من الناس وحجم المصروفات اللي يصرفها في شهر رمضان الفضيل. رغم انه شهر رمضان مو للمصاريف او البذخ او انه انت تاكل والزباله الله يكرمك تاكل معك. هي المفروض انه مشروع اقتصادي وبعدين مشروع روحاني، ومفروض انه الناس يعني تكون مصاريفها على الفاضي كذا. فالحمد لله بالنسبه لنا احنا والعائلتنا يعني نعتبر رمضان هو فرصه للعباده، وثاني حاجه انه حتى لتخفيف الاوزان وال يعني ما نشيل الهم بالنسبه للمصروفات، فما نحط له، مستحيل نحط له ميزانيه. يعني عامله كاي شهر في السنه، وبالعكس يعني حتى احنا نخفف الاشياء اللي ناخذها على طول السنه نخفف في شهر رمضان، يعني نعتبره مثل فرصه للاعتماد على الماكولات النباتيه وهذا. فنادرا ما تحصل مثلا اللحم او الاسماك وهذه يعني متواجده معنا على يعني على مدار الشهر. يعني هذا شيء استثنائي ام محمد، شيء استثنائي. أيوة. ان نشوف والله عائله تعامل شهر رمضان وهو مثل باقي الشهور، ويمكن المصروف يقل فيها ما يزيد. عموما الله يعطيك العافيه. الحمد لله رب العالمين. نعم. هذه احنا يعني لانه في الاساس احنا ما معتبرين انه هو شهر الوجبات او انه شهر لاكتساب السمنه الزايده او انه الوزن زياده او شيء، او انه يتم معاملته على اساس انه هو شهر مميز. هو مميز بالعبادات مش بالاكل ووجبات يعني والبذخ اللي ما له داعي وما له لزوم، وبالعكس المفروض الانسان في هذا الشهر يتضامن على الاخرين ويحس بالناس الثانيه يعني، فيحاول يوفر من عنده عشان يعني يوسع على غيره. فهذه مبدانا انه هو ما المفروض انه هو للاستهلاك الزايد عن الحاجه يعني. طيب عموما احنا طيب. يعني نعتبر شهر رمضان للعباده اكثر من انه شهر للاكل والبذخ اللي ما له داعي يعني. اكيد. فالحمد لله حتى العائله كلها يعني ما يكون عندها تذمر انه خلاص يعني جايين شهر عذاب او شيء، لا بالعكس هم متعودين انه الحمد لله. لا هو شهر خير ان شاء الله. اول شيء انه مناسبه تجتمع عليها الناس يعني بعكس شهور السنه الثانيه. طيب والثانية انه الحمد لله يعني ما في داعي يعني مطمنين انه اوزانه ما راح تزيد راح تقل. ثاني حاجة المصاريف عادية يعني حتى والله العظيم يعني دائما ما نشتري اغراض العادية يعني اللي هي المفروض انها تكون يعني الاشياء البسيطة اللي هي المفروض تتوفر في شهر رمضان الا في اول يوم في شهر رمضان. خير ان شاء الله. على اساس انه هو شهر عادي مو هو أكيد شهر أكيد هذا أكيد. بالنسبة لشهر رمضان، اما بالنسبة للشهور الثانية فاحنا ميزانيتنا على اساس انها نحدد ايش احتياجاتنا اليومية. لا الظاهر انت ام محمد يعني الظاهر ام محمد انتم مخططين ما شاء الله لعملية المصروفات لكل المناسبات. شاكر لك تواصلك ام محمد، الله يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله. اتصال اخر، اتصال جديد. الو السلام ألو. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك اخوي. كيف الحال اخي؟ الله يسلمك يسرك يسرك الحال، تفضل اخوي، من معك لو تكرمت؟ معك ابو محمود الرحبي اخي العزيز. محمود الرحبي. ابو محمود الرحبي. ابو محمود، حياك يا ابو محمود، تفضل. كيف الحال؟ طيب الله يسلمك يسرك الحال، تفضل اخوي ابو محمود. الموضوع جميل صراحه اللي انتم طارحين اللي هو التخطيط المسبق للمناسبات وكذا، بس في البعض يعني يتسرع في حسب الامور يعني يزيد زياده عن هذه الامور ويحسب حساب كثير للاشياء ويخطط ويهول الموضوع يكبره يعني ويصرف اكثر وكذا، بس الموضوع المفروض يبقى له تخطيط بالضبط ويبال حسابات عادية في البيت مثلا هو او وقت المناسبه او شهر رمضان المبارك او كذا يعني. صحيح. فيبال نوع من الميزانيه الخاصه، اللي تكون ميزانيه خاصه فقط، ما يكون الواحد يكبر الموضوع ويكون كثير ويشتري اشياء ما لها لزوم او يصرف اشياء ويبقى بعد. انا اتذكر حد من الاخوان بعد شهر رمضان الفضيل يعني
لغايه شهرين يبقى المواد الغذائيه اللي مشتراها لشهر رمضان. هذا مشتري لثلاث شهور، هذا ما مشتري لشهر واحد. مشتري لثلاث شهور. طيب يا ابو محمود شاكر لك تواصلك، تسلم. شكرا. الله يحفظك، ناخذ اتصال اخير في هذه الفقره. الو مرحبا. الو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معكم ام محمد من ولايه خابوره. ام محمد. ايوه. حياك الله ام محمد. امطار خير وبركه ولله الحمد، تفضلي ام محمد. اللهم امين. بموضوع اليوم مصاريفنا التخصيص المسبق للمناسبات. بالضبط. فنحن سبحان الله يعني كل ما يعني يانا شهر او يانا ايام يزيد كل شيء غالي في هذه الايام، يعني لو بغينا نفكر مثلا في المستقبل او نخلي يعني ميزانيه خاصه لازم يطلع لنا شيء جديد. مثلا الاولاد ما شاء الله عليهم في اليوم يعني اليوم صح كبار صغار بكره يعني يكبروا ويبغوا مصاريف زياده. فسبحان الله يعني وكل شيء غالي لما تروح تاخذ تخطط على اساس انك تروح تشتري حاجه معينه فقط بس يعني اشياء بسيطه لابد انه يطلع لك حاجه ولا يعني سبحان الله لازم يطلع لك حاجه في السوق انك انت ناسنها او انك انت ما مشترنها ترجع البيت نفس الحاله يعني الاولاد يبغوا مصاريف البيت مصاريف ما شاء الله. فسبحان الله يعني نحن فكرت انا فكرت ابغى اسوي ميزانيه خاصه حنفسي واولادي على اساس اوفر يعني لو شيء بسيط يعني من الراتب. فسبحان الله يعني ما نحصل ابدا يعني شيء. طيب يعني ام محمد ما علي، احنا اليوم عندنا اليوم عندنا مستشار مالي وراح يساعدنا راح يعطينا طريقه ان نخطط فيها لمصروفاتنا ولمناسباتنا. صراحه انا متابعه هذه الفقره صراحه اول باول، فصراحه سبحان الله يعني هذه الفقره يعني جدا بالنسبه لي مميزه يعني اتابعها اول باول دائما يعني سبحان الله. ودام وتابعينا دوم يا ام محمد، الله يعطيك العافيه. شكرا على اتصالك. ان شاء الله. شكرا. شكرا يا ام محمد. شكرا. نكمل النقطه اللي بداناها اخوي علي. اي احنا تكلمنا عن المشاكل، خلينا نطرح بعض الحلول العمليه اللي تكون قابله للتطبيق. الحل الاول لابد تكون عندك مخصصات، وانا عجبني جدا لما قال ابو محمود يكون عندك مخصصات للمشتريات. انت عارف المناسبات هذه قادمه هي جايه يعني، وطبيعه حياتنا وعادات والتقاليد فيها صرف في المناسبات هذه. فلو معاك مدخرات مبالغ تخصصها شهريا تستقطع من الراتب شهريا للأربعة أشهر القادمة هذه الأمور يعني الأربعة أشهر بتمر بسلام إن شاء الله تعالى. لكن لو ما عندك التخطيط المسبق طبيعي راح تدخل في بعض الديون، منها على فكرة أكثر العروض اللي تكون في الفترة القادمة يعني في خلال وسائل الإعلام المختلفة بطاقات الائتمان، هذه البنك يقول لك خذ 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 خذ. صحيح. فكثير من الناس راح يستخدم عروض السفر وعروض السفر كثيرة الآن. كثيرة. صحيح. صحيح. فالبطاقات هذه اكثر يعني مره يعني اكثر فتره يتم اصدارها في الفتره القادمه هذه، واكثر الاوقات يتم استخدامها كمان من قبل الافراد في الفتره القادمه هذه. نعم. لان البعض اللي ما عنده تخطيط مسبق طبيعي راح يحتاج الاموال هذا وما عنده في الراتب يستعين بالبطاقات الائتمان. اخوي علي الحين مثل ما ذكرت هو فعلا في مناسبات ثابته واحنا عارفينها. صحيح. قبل رمضان من اجازه الصيف لرمضان لشهر للعيد للعيد ومن ثم العوده للمدارس هي زحمه صحيح وفيها مصروفات كثيره. صحيح. لكن ما اعرف احنا من السهل ان نتكلم ونقول انه والله نخطط ونعمل ونرتب، لكن في الواقع وفي تطبيقها العملي اتصور فيها نوع من الصعوبه. في طريقه ان انا من بدايه السنه اعمل لي مثل الجمعيه مثلا واستغلها لهذه الفتره؟ والجمعيه شيء طيب، بالاضافه كمان يعني تستقطع شهريا جزء من الراتب مثلا حق مصاريف اجازه الصيف. لان زي ما ذكرت في بدايه الحلقه اليوم اذا انت راح تطلع اجازه في السنه هذه والسبب الرئيسي لخروجك للاجازه هذه من باب التقليد والمحاكاه اكيد راح يعني تسحب اموال لها يعني مخصصات اخرى وسحبتها للاجازه، ما كان للاجازه هذه. فلو انت من بدايه السنه زي ما ذكرت عندك مخصصات ماليه حق اجازه الصيف راح تطلع تسافر السنه هذه وما عندك اي تحديات. نعم. نفس الشيء لو تستقطع جزء من الراتب حق مصاريف رمضان ما راح يكون عندك اي تحديات. جزء من الراتب يتم توفيره وادخاره حاليا حق الاعياد القادمه كمان ما اتوقع بيكون عندك اي تحديات. نعم. استاذ علي احنا دائما ظالمين المراه يمكن ان هي والله تصرف كثير واذا شليتها مركز تسوق اذا هي تبى شويه بتاخذ لك عربات ثنتين او ثلاث. من اللي اكثر يقدر يتحكم في عمليه المصروف، الرجل ولا المراه؟ والله طرحنا الموضوع اكثر من مره، ومره كان في حوار في نفس البرنامج هذا وقلنا على فكره المراه اذا هي قادره اذا المراه قادره على اداره الامور الماليه افضل بكثير من الرجال في كثير من المواقف على فكره. يعني مره عملنا مقارنه ايهما يصرف اكثر، الرجل ام المراه؟ وما تقيس عليها في زياره الواحده، يعني مثلا المراه لما تطلع للتسوق تجدها مثلا كتاخذ خمسه او سبعه اغراض.
صحيح. الرجل يمكن ما يشتري اي حاجه في الزياره هذه والمره هذه، لكن لما تقيس عليه خلال 6 أشهر او سنه تجد انه جاب سياره، جاب جهاز لابتوب، جاب ساعه، جاب جاب جاب، فعدد الاجمالي المبالغ هذه توازي قيمه المشتريات. هو اذا طول السنه ما يشتري، لكن اذا اشترى عاد مبالغ كبيره. نعم ما يقصر، يشتري مبالغ كبيره. صحيح. طيب اذا هذه من الجوانب اللي تكلمنا فيها اخوي علي، لكن الحلول اتصور هذه عمليه اللي هي الاستقطاع من الراتب، ايضا ربما الجمعيات او هذه الامور بشكل عام. صحيح. والتخطيط المسبق، التخطيط المسبق يعني ما يكون عمليه الشراء او عمليه السفر او عمليه الشراء اللي هي حق المناسبات من باب التقليد والمحاكاه. لو في واحد مثلا عارف المناسبات هذه القادمه وانت مقرر مسبق انك راح تستخدم مثلا ملابس الموجوده من قبل، لكن اللي يحصل في ضوء الضغوطات الاجتماعيه تجد مجموعه من بالذات عند النساء، يعني ان اخواتنا اشترت هي كمان تقرر ايش تشتري ملابس جديده، مع انه ما كان في البال انها تشتري، كانت عايز تستخدم احد الملابس الموجوده معاها مسبقا. فدائما التقليد والمحاكاه سبب رئيسي لعمليه الافلاس والتحديات الماليه، وتسبب ايضا ازمات ماليه لبعض الاسر وتورطهم. صحيح. نلخص الموضوع اخوي علي بشكل نهائي، الخطوات العمليه، الاشياء اللي ممكن يستخدمها كل رب اسره وما تعرض لمشاكل ماليه. صحيح. اول حاجه ذكرنا موضوع التحديات، مقبلين على يعني عندنا اجازه الصيف، عندنا يعني حتى قبل اجازه الصيف هذه عندنا التزامات ماليه موجوده معانا في الوقت الحالي، منها موضوع دفع رسوم المدارس للمقبلين نهايه السنه. صحيح. عندنا كمان اجازه الصيف، لو واحد بيسافر بده يخطط لها من الان. عندنا مقبلين على رمضان وفيها مصاريف يفترض كمان تخطط لها من الان. عندنا اجازه العيد ومن ثم العوده للمدارس ومن ثم العيد، فهم 4 أشهر اذا ما عندك تخطيط جيد. صحيح. راح تواجه بعض التحديات. فالحلول المطروحه بشكل مختصر جدا، يتم استقطاع مبلغ شهري من بدايه السنه. جميل. لهذه المناسبات. والنقطة الثانية عدم الشراء من باب المحاكاة والتقليد. غيرك إذا هم اشتروا أو راحوا أو سافروا، لا تقرر أنك أنت تسافر بس بسبب فلان أنه سافر إجازة الصيف. هذا بيكون تصرف. يمكن ظروفك تختلف، وأيضا أصلا هو تخطيط مخطط لهذا السفر، مخطط لأمور ربما بشكل أفضل يعني. صحيح. ثلاث، اللجوء إلى البطاقات الائتمان في يعني تأخذها عشان تصرف منها للمناسبات القادمة هذه، هذا كمان يكون تصرف خاطئ، لأنك راح تدفع تكاليفه بعد 4 أشهر راح تتحملهم بعد فترة أكيد، وتدفع يمكن مبالغ مضاعفة. صحيح. شاكر لك تواجدك أخوي علي معنا في برنامج قهوة الصباح، والناس أنا مثل ما أحس أن هي يعني تنتظر هذه الفقرة من أجل أنها تساعدها على التخطيط لمصروفها بشكل عام. الحمد لله. وأتمنى للجميع جيوب ومحافظ مالية بالريالات إن شاء الله. مليئة بالريالات إن شاء الله. من الفئة 50 إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ علي الشرقي، شكرا جزيلا لك المحلل المالي على تواجدك معنا في برنامج قهوة الصباح. أحبتنا نروح لحالة الطقس وراجع لكم إن شاء الله. العامة للطيران المدني، هطول أمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة أدت إلى جيران الأودية والشعاب. هذه الأجواء كثيرا ما تغري الأسر للخروج في نزهات ورحلات، حيث تشهد أودية السلطنة تدفقا سياحيا عقب هذه الأجواء. ولكن عزيزي المشاهد، هنا يجب توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء الخروج للاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة، وعدم ممارسة المجازفة والمغامرة، وعدم السماح لأطفالكم بالسباحة والنزول في مياه الأودية. وتتمثل هذه المغامرات عبر ممارسة هواية التزلج فوق مياه الأودية المتدفقة بغزارة، والسير بالمركبات أمام الأودية عند نزول الأودية، حيث يعد البعض تلك التصرفات مظهرا من مظاهر الاستعراض والتفاخر والتحضر، وهي المجازفة بعينها. كذلك بالإضافة إلى تلك السلوكيات الغير صحيحة، هنالك من يقوم بالسباحة في الأودية وهي في قمة تدفقها وغزارة هطول الأمطار عليها، الأمر الذي يعرضهم للمخاطر ويتعرض مع الجهود والنصائح والتحذيرات التي تذاع وتبث من قبل الجهات المختصة عبر وسائل الإعلام المختلفة، حتى أن تلك الرحلات من الأمور المحببة للنفس لما تحتويه من المتعة والفائدة والإثارة لما فيها من تجديد للنشاط والحيوية، إلا أنه يجب أن تكون في أجواء طيبة وملائمة بعيدة عن المخاطر والمجازفات.
حفظ الله الجميع من كل مكروه. حياكم الله مشاهدينا الأحبة، رجعنا لكم في برنامج قهوة الصباح لهذا اليوم، ووصلنا إلى محطة الصحافة، فقرة الصحافة اللي راح نتناول فيها مجموعة من العناوين اللي تناولتها صحافتنا المحلية وكذلك بعض العناوين من الصحافة العالمية. فمن صحيفة عمان اخترنا لكم أحبتنا جلالة السلطان يتقبل أوراق اعتماد سفراء بيرو والمجر والغابون وغينيا والنيجر وجامايكا. لجنة حقوق الإنسان تبحث آلية الاعتماد الدولي. ندوة الدقم تستعرض فرص الاستثمار وتحويل المنطقة إلى مركز للتجارة ونقل البضائع. ومن الوطن اخترنا أيضا درويش البلوشي، الحكومة ملتزمة بتنفيذ المشروعات التي أعلنت عنها واعتمدت في الخطة الخمسية الحالية وموازنة العام الجاري. اقتصادية الشورى تناقش تقريرا حول القروض الشخصية. المؤتمر العربي الأول رأس المال الفكري العربي يوصي بالعمل على بلورة فهم عربي معاصر للأصول الفكرية. ومن جريدة الشبيبة أحبتنا ظفار يودع البطولة الآسيوية بفوز صعب على شعب إب اليمني. السيب يفقد حظوظه في المنافسة بعد خسارته من العربي في خليج الطائرة. بدوري أبطال أوروبا البارسا يواجه البايرن وعينه على 5 أهداف للصعود. ومن صحافتنا أيضا العالمية أحبتنا اخترنا من The Times of India تطوير أول هاتف ذكي للمكفوفين يعمل بطريقة بريل في الهند. وكذلك من صحيفة China People's Daily موجة التهافت على شراء الذهب تتسبب في نقص الذهب في آسيا. ومن The Independent الاتحاد الأوروبي يقرر حظر المبيدات القاتلة للنحل. أحبتنا طبعا هذه كانت أبرز العناوين في صحافتنا المحلية وكذلك في بعض الصحف العالمية. نروح لتقرير حول العالم، واليوم تقريرنا حول الهاتف من ألمانيا
والهاتف الذكي S4. طوابير من محبي هواتف سامسونج توجهت إلى متجر الشركة في فرانكفورت للحصول على الهاتف الذكي الجديد جالاكسي S4 الذي نزل الأسواق الأحد. ويتميز الهاتف الجديد بسرعة أفضل وكفاءة أعلى خاصة في التقاط الصور، وهذا هو ما جذب شيفن بوبليز الفائز بأول هاتف S4 في المتجر والذي قدمت له كعكة بهذه المناسبة. وأطلقت سامسونج حملة إعلانية ضخمة للترويج لهاتف S4، وفاجأت الطلبات الأولية الشركة ما دفعها لتوقع أزمة على المدى القصير في الوفاء بالطلبيات. ويقول تاسكين تاسان مدير متجر سامسونج في فرانكفورت إن الشركة لن تلتفت في الوقت الحاضر إلى عنصر المنافسة وفي جعبتها هاتفها الذكي الأخير. في الوقت الحالي حققنا أعلى مستوى تكنولوجي يمكن أن نطمح إليه، ولا أعتقد أن هناك أي مصنع حاليا أو أي منافس نخشى منه. نحن الرواد بكل هذه الخصائص الفنية، إنه منتج جيد جدا. ويتمتع هاتف S4 الجديد بمجموعة من الخصائص يمكن أن تعمل ببرمجيات الكمبيوتر، وسرق الهاتف الجديد السبق من النسخة المعدلة من هاتف آيفون التي ستطرح لاحقاً هذا العام. النجاح المبكر لS4 أمر بالغ الأهمية في تحديد حجم الأرباح المتوقعة في الربع الثاني للشركة، خاصة أنها تحصل على أكثر من 70% من أرباحها الإجمالية من مبيعات الهواتف المحمولة. وأعلن العملاق الكوري الجنوبي مؤخراً عن تحقيق أرباح للربع السادس على التوالي قبل نزول هاتف S4 إلى الأسواق في 155 دولة. ويتوقع أن تستأنف سامسونج تحقيق أرباح فصلية قياسية مع الهاتف الجديد في وقت يعاني فيه المنافس الأكبر أبل مصنع هاتف آيفون من عقبات، حيث أعلن الأسبوع الماضي عن أول تراجع في الأرباح خلال أكثر من 10 سنوات. وأوضح أبل أنه لن تكون هناك إصدارات جديدة من منتجاته حتى الخريف. أماني صالح، رويترز. صباحكم خير أحبتنا، صباحكم ابتسامة، صباحكم حيوية ونشاط بمشيئة الله. محطتنا القادمة أحبتنا مثل ما ذكرنا أن إحنا اليوم في نهاية الأسبوع وقادمين على إجازة أسبوعية إن شاء الله لمدة 3 أيام، الخميس والجمعة والسبت بمشيئة الله. في الكثير من العوائل، الكثير من الأسر، وحتى الكثير من الشباب اللي يخططوا أنهم يستمتعوا بالأجواء اللي صارت والأمطار ولله الحمد اللي صارت في الفترة الماضية في السلطنة. طبعا مع احنا نقول فعلا زين الانسان انه يطلع مع الاسره مع الاهل ويخطط انه يقضي اوقات ممتعه وجميله مع اهله في هذه الاجواء، ولكن هناك اكيد محاذير يجب ان ننتبه لها بمشيئه الله. لنتحدث بشكل اكثر عن هذه الفقره معنا في الاستوديو الرائد محمد بن سالم الفرجي، مساعد مدير العمليات بالهيئه العامه للدفاع المدني والاسعاف. صباح الخير الرائد محمد. صباح النور. الله يسلمك وشاكرين لك حضورك وتواجدك معنا في برنامج قهوه الصباح. واجبنا. وايضا مشكورين على جهودكم اللي يعني قمتوا فيها حقيقه وما زلتوا قائمين فيها في الفتره الماضيه، في فتره الامطار اللي صارت ولله الحمد في الفتره الماضيه على السلطنه. الرائد محمد، في البدايه خلينا نتكلم بشكل عام عن الحالات اللي تعامل معها الدفاع المدني نتيجة الأمطار والأودية اللي صارت في معظم محافظات السلطنة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر الله عز وجل على نعمة الأمطار التي رزقنا إياها في هذا البلد المعطاء منذ أسبوع تقريبا الآن. بلغ طبعا مجموع الحالات التي تعاملت معها فرق الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، فرق الإنقاذ المائي والإنقاذ البري، تقريبا حتى منتصف البارحة. نعم. أو أمس 652 حالة مباشرة، وكان عدد نداءات خلال 7 أيام الماضية مباشرة بسبب الاحتجازات المائية 204 نداءات. لكن أيضا هناك حالات عديدة أخرى تعاملت معها فرق وأجهزة شرطة عمان السلطانية، أيضا من خلال طائرات الهليكوبتر، من خلال الدوريات الأمنية، من خلال أيضا تعاون الوثيق بيننا وبين قوات سلطان المسلحة في مواقعها، أيضا جهود جدا مقدرة. نعم.
تكاتفه. نعم نعم. طيب رايد محمد، منذ بداية الحالة إلى يوم أمس أنتم طبعا العديد من الحالات اللي تعاملتوا معها، وكانت هناك أيضا الكثير من التنبيهات سواء من هيئة الدفاع المدني أو من هيئة الطيران المدني وكذلك من خلال وسائل الإعلام، كيف لمستوا تجاوب الناس مع هذه التحذيرات؟ هل نداءات الاستغاثة قلت إلى يوم أمس مثلا؟ هي النداءات ما قلت، كانت على وتيرة تزيد أو تقل عن 100 في اليوم مباشرة بسبب الأمطار، لكن الوعي نلاحظ أنه بدأ يرتفع بين الناس وبدأوا الناس يدركوا المخاطر. نعم. في قطع هذه الأودية وفي تواجد في البرك المائية مثلا وهكذا، لكن الوعي بدأ ينتشر من طرف أجهزة الإعلام، طبعا ما في قصور الحمد لله. يبقى أنه الشخص الإنسان هو واجبه الأول أن يقدر الأمور بنفسه، وأيضا يؤمن أنه هذه التعليمات وهذه التحذيرات لم تأتي من فراغ، هناك مخاطر ويجب اتباع هذه التحذيرات وهذه التنبيهات التي تصدر من الجهات المختلفة، ويجب أيضا رايد محمد أن يأخذها بمحمل الجد وبمحمل المسؤولية، أنه ما يخاطر وما يعرض نفسه وربما يعرض أسرته وما يعرض الآخرين ولا يعرض الناس اللي بتنقذ مثل الدفاع المدني الأخوة اللي هم قائمين بدور كبير في هذا الجانب. طيب رايد محمد، إحنا مثل ما ذكرت مقبلين على إجازة، ونتوقع أن الكثير من الأسر الكثير من الناس اللي تطلع في هذه الأجواء ربما بغرض الاستمتاع وبغرض الترويح عن النفس، نصيحتك لهؤلاء الناس بالرغم يعني أن ما زال الأرصاد تقول بأن ما زالت الحالة الجوية مستمرة، ما زالت الأمطار متوقع أن تكون في أمطار إن شاء الله؟ هي طبعا متوقع تكون أمطار في الأيام الجاية مفاجئة أيضا على رؤوس الجبال، وبالتالي أنت تعرف الآن الأودية امتلأت بالماء والأرض تشبعت. صحيح. وأي نزول لأي مطر يسيل الوادي مباشرة. نعم. لذلك نصح الجميع بأخذ الحيطة والحذر، وخصوصا عند اصطحاب الأطفال. لدينا تقريبا 4 حالات مؤسفة لشباب، حالات غرق حدثت يعني 2 كانت بالأمس وكلها في مستنقع أو برك مائية. لذلك الحذر ومراقبة الأطفال مهم جدا جدا أثناء 3 أيام العطلة القادمة، لأنه لا زالت الأودية أو الماء غير صافي، وهذه البرك مليئة بالوحل، وعند النزول لها قد تنغرس الأقدام، وبالتالي من الصعوبة مكان السباحة أو الخروج منها. نعم. فيجد الإنسان نفسه فجأة يعني مربوط في الوحل داخل الماء. فنتمنى من الآباء والأمهات عدم ترك مراقبة هؤلاء الأطفال، وخصوصا عند الاقتراب من هذه البرك أو المياه الجارية في الأودية. معظم أوديتنا الكبيرة الآن تجري، وبعض الأودية لا زالت غير صافية. بالأمس كانت هناك أودية في وادي الطائيين وفي صحيح. ولاية قريات حتى منتصف الأمس، أودية شمال الباطنة بعضها تسيل لا زالت مغبرة، أودية محافظة الظاهرة أيضا. فالحذر هنا مطلوب جدا، والتنبه، ونتمنى السلامة للجميع. يعني نتمنى السلامة. نعم. للجميع إن شاء الله. الرايد محمد، لو تكلمنا شوية بشكل أكثر تفصيلي عن الحالات اللي تعاملتوا معها في الفترة الماضية، من في الأسباب هذه الحالات، هل وجدتوا أن في أسباب للمجازفة للمغامرة مش أسباب والله بشكل عارض؟ هي أنا أستطيع القول 80% من الحالات 652 اللي تعاملنا معها مباشرة، وحسب التقارير اللي تردنا من الفرق الميدانية، أنها كانت بسبب الإهمال، بسبب المجازفة من الشباب. معظمها فئة الشباب تقوم بالمجازفة وعبور الأودية أثناء الجريان، بعضها أيضا مجازفة المرور أمام الأودية أثناء نزول هذه الأودية، تسابق مع جريان الماء. بعض هذه الحالات تنزه، يذهب مجموعة من الشباب للتنزه، تسابق مع جريان مع جريان الوادي، هذا استخفاف يعني سواء بالسيارة أو بالجري، استهتار ربما يعني تسابق مع الماء وعرض نفسي للخطر وعرض الآخرين للخطر. نعم. أيضا أعتبره إهمال غير مبرر واستهتار يعني يجعل الإنسان نفسه في موقف حرج وموقف لا تحمد عقباه. كثير من حالات الغرق حدثت، هناك شباب يخرجوا للتنزه، يذهبوا لحواف الأودية في مكان غير آمن،
أثناء نزول الوادي ويأتي وادي آخر ويتم حجزهم في الوسط. حدثت عندنا كثير من الحالات، وأمس كانت حالتين في ولاية يونقل ولاية الضنك احتجاز بسبب أن والله جالسين يشاهد الوادي وجوادي آخر وحجزهم في الوسط. يجب اليقظة والحذر، والماء طبعا صعب تقديره وتقدير الخطورة الموجودة أثناء جريان هذه الأودية. صعب تقديره في أجواء يعني أن غزارة الأمطار وغزارة الأودية المتوقعة، ورغم كثرة التحذيرات الصادرة من الجهات الرسمية. أنا رأي محمد، ليش سألت عن موضوع السبب في والله الحالات اللي تعاملتوا معها؟ للأسف مثلا احنا توصلنا في التلفزيون بعض الصور اللي من شبكة المراسلين المنتشرة في معظم ولايات السلطنة وفي كل ولاية السلطنة، المجازفة ربما من نوعية سيارات محددة، أصحاب الدفع الرباعي وبالتحديد سيارات أصحاب الدفع الرباعي، وكأنهم يتحدوا الأودية. في النهاية يا أخي أنت عندك سيارة، ما عندك غواصة عشان أنك والله تطلعك من الوادي، يعني حتى لو عندك دفع رباعي. للأسف الشديد الوادي يجري فوق سطح الشارع، أنت لا تعلم ماذا هناك في وسط هذا الشارع. قد تكون طبقة الإسفلت أزيلت بسبب المطر، تجمع دائما أتربة ورمل وحصى، لأن معظم السيارات بها تدار بالكهرباء وأجهزة وشرائح، يعني أي تسرب للماء لداخل المحرك فجأة يتوقف المحرك. ما في شيء سيارة اسمها موثوقة دفع الرباعي في جريان الماء. جيران الماء دائما الخطورة تكون عالية جدا، والمخاطرة دائما غير محسوبة إذا الإنسان دخل بهذه المركبة وأينما أيا كانت هذه المركبة. رأينا بعض المقاطع المرئية سيارات 10 طن تأخذها الأودية تسحبها، إذا ما بالك بسيارة دفع رباعي ممكن 3 أو 4 طن وزنها يعني. فدائما الدخول لهذه الأودية هي مجازفة، رمي النفس أو إلقاء النفس للتهلكة، وهذا ما الجميع أعتقد يدرك، ولكن لا أدري ما هي روح هذه المغامرة عند الشباب. هناك وسائل أو أمكنة أخرى للمغامرة غير الماء وأثناء مرور هذه الأودية، وبالتالي أنت تطلب النجدة والمساعدة. وأوقات أخرى يعني إحنا نستغل هذه الأوقات للاستمتاع، نأخذ الجانب الإيجابي، دائما إحنا نقول نأخذ الجانب الإيجابي منها ونستمتع فيها. نعم. مع الأهل مع الأسرة وحتى قرب من بيوتنا، بدل أن نعرض أنفسنا للتهلكة ونعرض الناس اللي ربما راح تتدخل عشان تساعدنا. طيب رايد محمد، في النهاية نصيحتك للناس، مثل ما ذكرنا احنا اليوم في نهاية أسبوع وفي الكثير من المتوقع أن الناس تطلع تحب تستمتع في هذه الأجواء. نصيحتي للأباء وللأمهات المحافظة على أطفالهم، أيضا البالغين، هناك شباب فقدنا في بعض ولايات 4 شباب لازالوا تحت عمر 20 سنة، وهذه الفئة من الشباب من 10 إلى 20 سنة أو أعلى يخرجوا بأنفسهم مع أقرانهم، الآباء في جانب عنهم، وبالتالي هم أيضا تعرف حب المغامرة لديهم عالي جدا. وأيضا نصيحة هؤلاء الفئة من الشباب والأولاد بطرف الآباء أو البالغين الآخرين مهم جدا جدا هذه الأيام، الذهاب لهذه في تجمعات شبابية غير محسوبة جدا خطر، ويجب المحافظة على هؤلاء الأطفال، نصحهم باستمرار سواء في المدرسة أو في البيت، مهم جدا خلال هذه الأيام القادمة لغاية ما تنخفض منسوب المياه في هذه الأودية وهذه البرك المائية. نتمنى بمشيئة الله أن الناس والمشاهد أيضا يأخذ هذه التحذيرات وهذا الكلام يأخذ بمحمل الجد ومسؤولية كبيرة. رايد محمد، جهود مقدرة جدا الذي يقوم فيها الدفاع المدني والجميع في جهاز شرطة عمان السلطانية، الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله هذا الجهود اللي قائمين فيها. وشاكرين لك أيضا رايد محمد بن سالم المفرجي مساعد مدير العمليات بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، تواجدك معنا في برنامج قهوة الصباح، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، الله يعطيك العافية. أحبتنا مستمرين معكم في برنامج قهوة الصباح، وفقرتنا القادمة إن شاء الله راح تكون عن سالفة اليوم، وسالفة اليوم ما بعيدة عن الموضوع اللي تكلمنا الحين اللي تكلمنا فيه، اللي هو مدى التزامك بالتحذيرات والتنبيهات أثناء هطول الأمطار وما يعقبها من جريان أودية. تعليقاتكم ومشاركاتكم راح نأخذها بعد الفاصل بمشيئة الله.
حياكم الله مشاهدينا الأحبة، رجعنا لكم في برنامج قهوة الصباح لهذا اليوم. ومثل ما ذكرت قبل الفاصل بأن المحطة القادمة راح تكون عن سالفة اليوم، وسالفة اليوم يعني تزامنا مع الأمطار، أمطار الخير التي تشهدها معظم محافظات السلطنة ومعظم ولايات السلطنة ولله الحمد. اخترنا مدى التزامك بالتوجيهات والتنبيهات الصادرة من الجهات الرسمية أثناء هطول الأمطار وأثناء جريان الأودية. طبعا خلال الفترة الماضية للأمانة كانت هناك عبارة عن خلية نحل من هذه المؤسسات، من هذه الجهات، سواء الهيئة العامة للدفاع المدني وكذلك هيئة الطيران المدني، شرطة عمان السلطانية بشكل عام، وسائل الإعلام، كثفت عملية التحذيرات وعملية التوجيهات وعملية أيضا كيفية التعامل مع هذه الأمطار ومع جريان الأودية. طبعا احنا دائما نقول ان هي أمطار خير وأمطار بركة، ولكن في النهاية الإنسان مطلوب انه ياخذ حذره، مطلوب انه ياخذ الاحتياطات، مطلوب انه والله ما يرمي بنفسه للتهلكة مثل ما صارت للأسف حالات مؤسفة في اكثر من ولاية. هذه الأمطار نستغلها ان هي أمطار خير، ناخذها على اساس ان هي أمطار خير وأمطار بركة، ونقول ان شاء الله الله يديمها ويعيدها علينا ان شاء الله. لكن في النهاية لابد احنا في صحيح نستمتع، نحب نستمتع في هذه الأجواء، لكن ايضا من الضروري مثل ما ذكرت ان يعني ناخذ الحيطة، ناخذ الحذر، وفوق هذا لازم ناخذ المعلومة من مصدرها الرئيسي من خلال وسائل الإعلام، من خلال هيئة الدفاع المدني، من خلال هيئة الطيران المدني، وعدم الالتفات للإشاعات من هنا او من هناك. نسعد بتواصلكم احبتنا وناخذ اول اتصال. صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مبسوطين على الأمطار. الله يسلمك، الله يسلمك. نتعرف عليك، الله يسلمك. أم وجد. أم وجد؟ نعم. مرحبا أم وجد، من وين تكلمينا يا أم وجد؟ أم وجد. طيب من وين تكلمينا؟ من صحم. من صحم، وأمس صحم ولله الحمد شهدت أمطار خير غزيرة. أكيد أكيد شهدت أمطار غزيرة، واحنا كنت انا في الشارع بس صراحه ما شاء الله على قوه الامطار يعني ما قدرت اشوف اي شيء في الشارع، واشكر شرطه عمان السلطانيه اللي يعني تساعد المواطن. فانا يعني بالتزامي في الشارع اني انا ما شفت شيء، وقفت برا على الشارع فقلت اذا يوم يخف المطر بمشي. طيب. والحمد لله رب العالمين مثل ما قال ضيفكم. نعم. احيانا الوادي يمر على الشارع ويكون تحت الشارع يعني مثلا الرمال، ولا انه يكون الشارع متكسر. صحيح. فالسيارة يعني تكون في خطر، ناس ما صارت عندنا في صحم الشوارع. طيب. تكسرت في الناس. طيب خليني اسالك ما تشوف اذا كان هني الشارع متكسر او لا. خليني اسالك، شكر الاول والاخير حل وزارة البلديات والشرطة انهم سووا حواجز يحذروا ان هذا المكان خطر. هذه هي الجهات اكيد بتقوم بدورها، كل بيقوم بدوره بيقوم بواجبه. سؤالي لك يعني انت كنت في الخارج اثناء هطول الامطار، وجودك في الخارج كان ضروري مثلا، كان ضروري انك تكوني متواجده في الخارج قبل لا تكوني متواجده في الخارج؟ الوالده كانت مريضه شويه الله يعطيها العافية إن شاء الله. طيب وكنت كنت سمعتي أكيد التحذيرات اللي وصلت من وسائل الإعلام، اللي من الدفاع المدني، من الطيران المدني؟ أكيد أكيد، بس أنا ما كل الناس يعني يلتزموا بالتحذيرات. أنا مثلا اليوم الصبح لما كنت أمشي على البحر أشوف الصيادين في البحر يصطادوا الأسماك، فالأجواء صراحة ما تساعد إنهم يصيدوا الأسماك، فعليهم إنهم يأخذوا التحذيرات صراحة. صحيح. من الجهات ويعني والجهات مثلا الإعلام صراحة أشكر جزيل الشكر، ما مقصرين إذا كان على قناة الشباب أو إذا كان في الأخبار، يعني إلهم جزيل الشكر ما مقصرين صراحة. واجب الجميع الله يسلمك. يعني واجباتهم يعني الله يسلمك، واجب الجميع. نشكرهم جزيل الشكر ونشكر الكل صراحة. الله يعطيك العافية، شاكر لك تواصلك ومداخلتك معنا في برنامج قهوة الصباح. وناخذ اتصال جديد. ألو صباح الخير. أنا مرحبا. يا مرحبا وسهلا. صباح الخير حياك. نتعرف عليك، الله يسلمك. مريم القطيطي. عفوا. مريم القطيطي. مريم حياك أخت مريم، تفضلي. الله يسلمك. صراحة بالنسبة لموضوع التحذيرات
الحدث اللي تصدر من جهة الإعلام. هي نعم. هذا صراحة شفنا يعني هي اللي خلت الوعي في المجتمع زاد الوعي كثير. الحمد يعني لله. يعني بسبب هذا التوعيات وهذه التحذيرات وهذا الكثافة في الإعلام والتلفزيون والصحف وغيره ووسائل للاتصال هي سبب في زيادة وعي المواطنين. صراحة شاكرين كثير حق الجهات المختصة في والإعلام واجبنا السلطانية والدفاع المدني. الله يعطيهم العافية، كلهم جهودهم طيبة ومقدرة بمشيئة الله. شاكر لك تواصلك الأخت مريم. بس إذا ممكن بنوه لموضوع أمس تفضلي. موضوع أمس يعني بالنسبة للتصوير اللي قرفتهم يعني السيارات اللي قرفتهم الأودية، هذه السيارات لو يعني لو ما ظهر في التلفزيون في بعض الناس ترى بالكلام ما ينفع معاها يعني. قصدك يعني ان للعبره، هذه تظهر للعبره ان الناس تعتبر وتشوف. أيوة الاشياء اللي صارت. للعبره وصراحه يعني شفنا يعني بينت ان حجم السياره مهما كان دفع رباعي او غيره ممكن قدام يعني المياه يعني خلاص ما في. صحيح. الناس انتبهت، الشباب انتبهوا، حتى الحين الناشئين الحين اللي عمرهم 14 في المستقبل هذه بتلزق ذهنهم. بالضبط يا مريم. شكرا مريم. أيوة. شاكر لك تواصلك. الله يعطيك العافيه. جدا جدا. وشرطة أمان السلطانية والدفاع المدني والإعلام كافة أنواع. هذا الله يعطيك العافية. واجبهم في النهاية، لكن في النهاية بعد واجبهم بس ما نورطهم الله يخليكم. ناخذ اتصال جديد. ألو صباح الخير. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير. صباحك خير وإن شاء الله. نتعرف عليك لو تكرمتي. الغالية المعمرية. مرحبا الغالية. شحالك أخوي؟ الله يسلمك. الله يسلمك. أخبارك طيبة إن شاء الله؟ الحمد لله تمام. كيفكم ويا الأمطار؟ الحمد لله أمطار رحمة وبركة. الحمد لله. تفضلي الغالية. صراحة حبيت أشكرك على هذا الموضوع. أنا حبيت أنهم يعني لازم الشباب هذه يلتزموا بهذه الالتزامات، هذا واجب عليهم، ما يستهتروا بها، لازم هذول الحافظة عليهم يستمعونها. ما شاء الله يعني الإعلام ما مقصر، ممكن تسوي كافة الإعلانات وكل شيء يعني. صحيح صحيح، هذا اللي نتمناه، أن الكل يأخذ هذه التحذيرات وهذه. أيوة التنبيهات يعني اللي يأخذها بمحمل الجد طبعا. تعرف يعني أنت الحين وقت أمطار والكل يبي يطلع، عندما يوقف الأمطار خلاص الكل يبي يطلع، لازم ينتبهوا بالأخص إذا كان شيء للأطفال الصغار يعني. صحيح. لازم ينتبهوا لهم لهذه الأشياء ويعرفوا لهم يعني ويكونوا ما مستهترين بهم، لازم يسمعوا لهم. بالضبط بالضبط. شاكر لك تواصلك الغالية. الله يحفظك. مشكور. الله يحفظك. طبعا يعني صحيح الإنسان زين أنه للترويح عن النفس أنه يطلع في هذه، لكن مش أثناء المطر، مش أثناء جريان الأودية، يختار الوقت المناسب طبعا. ناخذ اتصال جديد. ألو صباح الخير. صباح النور، حياك الله أخوي. كيف حالك؟ الله يسلمك، حياك الله. أنت والرحمة. يرحم والديك. الحمد لله الأمور طيبة الحمد لله. من وين تكلمنا أخوي؟ مرحب. نتعرف عليك. أكلمك من عبد الله الشعيب. أكلمك من قطر. حياك اخوي عبد الله، حياك الله. اي والله. عندكم امطار شيء امطار في قطر عبد الله؟ والله قبل يومين كذي لحد اليوم الجو مغيم. نعم. امطار خفيفه يعني. امطار خفيفه. ايه كنت انا في عمان موجود يوم الاحد، كان امطار حلو وكذا، فرجعت يوم الاحد، كان ودي اقعد على شو اسمه الامطار هذه بس المشكله الدوام. زين كان جلست يعني كنت في مسقط؟ لا والله كنت في الشرقية. في الشرقية. طيب. نعم بس بغيت أنوه على الوديان وهذه. نعم. صراحة شبابنا إحنا يعني يغامروا بأرواحهم. شو بقول لك يعني استهتار أو تهور، صح إن الأمطار فرحة والحمد لله رحمة، بس إن شبابنا متهورين، اللي معاه فور ويل وينزل لك الوادي يقول لك أنا عندي فور ويل. صحيح. صراحه شو يسمى يعني. هذا اللي ذكرناه عبد الله يمكن مع الرايد محمد كان معنا ضيف في البرنامج قبل شوي، يعني انت حتى لو عندك سياره دفع رباعي في النهايه ترى هي معرضه ان المحرك يعني يطفى في وانت يمكن في نص الوادي وتعرض نفسك للخطر وتعرض الاخرين اللي بيحاولوا يساعدوك بعدين. صحيح. انا تابعت الرايد ما شاء الله عليه كلامه حلو، بس ان شبابنا ما عندهم، شو بقول لك، ما عندهم وعي ان يدخل يعني يدخل الشارع بعض شبابنا. صحيح.
ايه انه عنده انا خلاص فورويل وانا خلاص راح اقطع الشارع، يعني الفورويل محرك وكله كهرباء فجاه بنت عليك وين راح تكون؟ وخاصه اذا كنت عندك انت رايح عندك شباب او عندك عائله راح تغامر بروحك وارواح اللي عندك. صحيح. فهذا صراحه ما اعرف كيف شبابنا. والله يسلمنا ويسلم الجميع ان شاء الله. اللهم امين. شاكر لك تواصلك اخوي عبد الله، الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. العفو. الله يحفظك. الله يحفظك. ناخذ مكالمه جديده. الو مرحبا. الو. الو صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله اخوي. كيف حال اخوي؟ الله يسلمك، يسرك الحال، نتعرف عليك لو تكرمت. محمد الوحشي. حياك اخوي محمد، من تكلمنا محمد؟ من منطقة الظاهرة، من ولاية ضنك بالتحديد. من ولاية ضنك، حياك اخوي محمد. حياك الله. وامس ولاية ضنك شهدت امطار غزيرة اتوقع وجريان الاودية. اي نعم، لين الحين جريان الاودية مزدادة. مستمرة. ايوه. طيب. اول شيء نشكر شرطة عمان السلطانية في الجهد المبذول في قطع الطرقات للاودية التي تؤدي الى المناطق الأخرى يعني. نعم. والجهات المختصة والأرصاد الجوية في هذه الخير، هذا الخير الذي حل على سلطنة عمان. أمطار خير الحمد لله. طيب محمد، أنت كمتابع كيف تتلقى هذه التحذيرات الصادرة من الأرصاد الجوية وكذلك من الطيران من الدفاع المدني؟ يعني أخوي أنا أفهم من هذا الأرصاد الجوية والدفاع المدني إنه خطورة الأودية يعني خطورة كبيرة، مثل هذيل اللي يغامروا ويدخلوا الأودية يعني ما يفكروا بأنه هذا شيء خطير وأنه هذا قد يسبب أشياء يعني أشياء سلبية وممكن يعني يكون خطير عليهم يدخلوا الأودية هذه. صحيح، يعرضوا نفسهم للخطر ويعرضوا الآخرين أيضا. نعم، يعرضوا أنفسهم للخطر وأنفس أهاليهم أيضا. طيب محمد، طيب شكرا جزيلا لك. شكرا اخوي محمد. ناخذ مكالمه جديده مشاهدينا. الو مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير شيخ طيب. صباح النور، الله يسلمك. نتعرف عليك اخوي. الله يبارك فيك. نتعرف عليك لو سمحت. معك ابو محمد من الباطنه. حياك يا ابو محمد. وبالتحديد من السيله يعني. حياك حياك اخوي ابو محمد. كيف صحتك طيب ان شاء الله؟ خير الله يسلمك، حياك الله. ومبروكين على المطر ان شاء الله. الحمد لله امطار خير وبركه. ونعز اهالينا بالذي فقدوا اولادهم واهاليهم. الله يرحمهم ويصبر اهلهم ان شاء الله. وكذلك نحذر اخواننا وابنائنا عدم مجازفه الاوديه. صحيح. هو كلنا نحذر ابو محمد، يعني الكل يحذر، وسائل الاعلام تحذر، الشرطه يحذروا. صحيح. لكن في النهايه انتم كمتلقين، المتلقي كيف يتعامل مع هذه التحذيرات؟ يعني رغم أن ما زالت التحذيرات مستمرة ورغم هذه يعني التنبيهات مستمرة، إلا أن أحيانا مثل ما يعني فهمنا من رايد محمد كان موجود معنا قبل شوي أنه والله ما زال في الناس، في بعض الناس ما زالوا يعرضوا نفسهم للمخاطرة، ما زالت المجازفة موجودة، ما زالت المخاطرة موجودة. بالضبط كلام صحيح، ونحن نحذر ذلك، نحذر ذلك ونتلقى من الشرطة أن تسوي يعني أمور غير هالأمور اللي حاليا، انه ياخذ جزاب الذي يدش الوادي كذا عمدا، يعني ياخذ اقل حاجه مخالفه او ما يشبه ذلك. صحيح. طيب يا ابو محمد، طيب حياك الله. شاكر لك تواصل. بغيت استفسر لو تكرمت بالنسبه للامطار حاليا على طريق الرشتاق موجوده ام لا؟ عفوا ابو محمد، بالنسبه للرشتاق حاليا فيها امطار ام لا؟ احنا راح يكون ابو محمد راح يكون معنا اتصال مع المختصين في هيئه الطيران المدني وراح نتكلم بشكل اكثر تفصيل ان شاء الله سواء عن رستاق او باقي المحافظات باذن الله. بارك الله فيكم، مشكورين. شكرا. ومشكورين جدا، وتشكر شرطه عمان السلطانيه وتشكر انتم كمقدمين برامج يعني. الله يعطيك العافيه، واجب واجب جميع الله يسلمك. شكرا يا ابو محمد. شكرا شكرا. السلام عليكم. الله يعطيك العافيه. ناخذ اتصال جديد مشاهدينا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا وسهلا. كيف حالك اخوي؟ الله يسلمك اخوي، كيف حالك طيب؟ يعطيك الحمد لله. عندك ناصر محمد السعدي من قطر. ناصر السعدي. نعم ناصر السعدي. السعدي والنعم. تكلمنا من وين؟ من قطر. نعم.
حياك اخوي ناصر. اي والله من خطوة طال عمرك. حياك الله، حياك الله، الله يسلمك. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ الله يسلمك، يسرك الحال، الله يسلمك، كيف حالكم طيبين؟ مشكورين، مشكورين يا ولدي على البرامج هذه الطيبة وعلى التحذيرات وعلى أي حاجة. لكن الله يرحم والديك، أنا اللي أعتمد عليك بالذات صاحب البرنامج صباح علي. لأن ما تنخلوا عن منسخ الشرقية أي حاجة، الله يرحم والديك، من والدي لحد المشرقي ما نقلت شيء، ما نعرف ايش صاير هنا المصايب. اكيد ما نقول، لان الامور طيبه في الشرقيه. تعرف ناصر الامطار تركزت، نبي نعرف الامطار الله يرحمه. صحيح ناصر، نبي نعرف الحياه وجهي. صحيح ناصر، هو شوف الامطار يعني تركزت في مسقط، في محافظه شمال الباطنه، جنوب الباطنه، في محافظه الظاهره، في البريمي، في محافظه الداخليه، في بعض الولايات كان فيها غزاره في الامطار، كان فيها جريان للاوديه، وكان في بعض الأضرار المادية. في محافظة الشرقية احنا بشكل يومي ربما متواصلين مع مراسل التلفزيون هناك في محافظة سواء جنوب الشرقية أو شمال الشرقية، مش في قهوة الصباح بس، في برنامج قهوة الصباح، أيضا في الأخبار، في برنامج في المساء صباح ومساء، ومتواصلين أخوي ناصر. بالعكس احنا أهلنا في الشرقية أيضا ونحتاج أن نطمن عليهم. لأن تعرف يا ولدي، لأن إحنا الله يرحمه عليك، إحنا متورطين في قطر، وعندنا أهل، عندنا حلال، عندنا خير هنا، وما نعرف الظروف، ما نعرف الحياة، ماشي على كل يوم متابعة. اطمن اطمن، كل أخبار وكل لحظة. صحيح، لا لا اطمن ناصر، الامور الحمد لله الامور طيبه ان شاء الله. ومثل ما ذكرت لك في معظم البرامج في التلفزيون في هالفتره مغطيه الحاله، حاله الامطار، ويعني بشكل طبيعي ولله الحمد. وكيف الاجواء عندكم الحين؟ الأجواء طيبة إن شاء الله، وتابعنا بعد شوية، إحنا راح نتواصل إن شاء الله مع الأرصاد الجوية، وبنركز على سالفة الشرقية، نقول لهم ذكروا ولا ها في الشرقية شيء أمطار اليوم ولا ماشي، عشان لأنه بسلمك الحين اللي ساكن إلى عاشين في خطر ما يعرفوا النتيجة في الترتيب، يوم تسوي كيف، وزي ما عندنا أمطار، وتسمع الأخبار وايد أمطار في عمان عام، الله يرحم والديك. الله يسلمك يا اخوي ناصر. تعرف احنا نقول تابعونا، شوفوا من خلال برامج التلفزيون السلطنه، من خلال التلفزيون، ومن خلال الاذاعه ايضا، ومن خلال الوسائل الاخرى، وان شاء الله راح تعرف بشكل اكثر تفصيلي عن الاجواء، اجواء السلطنه الماطره خلال هذه الايام. الله يحفظك ان شاء الله، بارك الله فيك ويحفظك ان شاء الله. الله يجزيك الله يعطيك الصحه والعافيه اخوي ناصر، وشاكر لك تواصلك، الله يحفظك. الله يحفظك. ناخذ مكالمه جديده. الو مرحبا. مراحب. الله يسلمك، حياك الله اخوي. حياك الله وسهلا بك. يا مرحبا، نتعرف عليك الله يسلمك. ناصر، ناصر من ولاية صحم. ناصر من ولاية صحم. نعم. حياك اخوي ناصر، حياك الله. حياك الله. كيف يا امطار امس بيك. امطار امس والاودية كانت بغزارة في صحم. والله يا اخوي انا الحين بقول لك شيء، انا عمري 23 سنة، لكن عمري ما شهدت مثل هذه الأمطار القوية اللي حصلت أمس في صحن. نعم، أمطار غزيرة وأودية يعني غزيرة. أودية أودية أودية، يعني أتوقع للساعة الحين 5-6:30 بعد هالوادي، وادي الصرمي، بعد ينزل في الحارة يعني، معنا ينزل يعني بعده، وينزل يعني بقوة يعني، فدخل يعني دخل أمس ما كنت أتوقعها يعني، وين يعني من زمان يعني ما يدخل فيها أبداً ذا الوادي، فما تعرف. الحمد لله، الحمد لله يعني. بس خير وبركة. ماشي أضرار ناصر؟ ماشي أضرار إن شاء الله. الأضرار هو في أضرار يعني خفيفة، ما أن أضرار تحسب، لكن ما شاء الله قرية، في قرية اسمها الغويصة معنا. نعم. هذه طبعا هذه عاد حدث ولا حرج يعني، هذه مرة المياه أغمرتها أغمار تام 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 بعد. يعني نعم. في البيوت وفي كل مكان، لكن الحمد لله يعني هم يعرفون الوضع يعني، حاسبين الحساب أن هذا الوادي قوي. هم سكان المنطقة اصلا من سكان هذا الوادي، وعارفين ان هذه المشكلة ان في هذا الوادي. الحمد لله، اهم شيء الحمد لله ان ما صارت اضرار بشرية، اضرار مادية، هذا هو اهم شيء ان شاء الله. لا لا الحمد لله، الحمد لله ماشي شيء ابدا. بس مشكور يا ناصر. الاشياء شباب يجازفوا هذا، وننصحهم هم يجازفوا، لان هذه وديان. صحيح. وش نقول يعني، وديان ما تأمن منها، وما تعرف منسوب الماي اصلا في الاودية، وكيف الوادي ربما يزيد، وانت اصلا وانت قاطع الوادي. شاكر لك. تقاطع الوادي. نعم. شكرا لك يا ناصر، شكرا لك ناصر. في مكالمة أخيرة. ألو مرحبا. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أخي كريم؟ الله يسلمك، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. الله يجزيك ألف خير يا أخي كريم، والله قلوبنا معكم وإن شاء الله. الله يسلمك. قلوبنا معكم، نحن في تونس هنا، أنا يعني أشاهدك من تونس الآن. يعني أنا أسأل يعني على كل المحافظات وكل الولايات، هو هذا غيث كريم من الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله. نشكره نعم ونشكره على رحمته، لكن لابد أن تكثروا لنا من هذه البرامج المفضلة حقيقة على لأننا بعيدو المسافة جدا، ونريد طمأنة على أخواننا يعني العمانيين ومسقط ويعني الشرقية وكل يعني المحافظات. والله أنا أكلمك من تونس، صدقني أنا مبطور الساقين الاثنين والحمد لله، وأشاهد القناة العمانية جيدا جيدا جيدا. مشرفنا يعني بمتابعتك الله يسلمك، ومشرفنا أيضا بتواصلك مع يعني الله يجزيكم إن شاء الله. بس أنا بغيت أتعرف عليك لو سمحت، بغيت أتعرف عليك يعني. نعم، الحسين من تونس. الحسين، كنت في السلطنة الحسين في الفترة الماضية؟ لا لا أو لا 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 أنا ما لا لا أنا دائما في تونس، أنا يعني ما جيت لعمان أبدا. بس عارف تفاصيل المكان في مسقط، في محافظة الشرقية الباطنة، وكل التفاصيل ما شاء الله عليك عارف. أريد والله أنا من خلال التلفزيون، من خلال التلفزيون فقط يعني أشاهدها جيدا 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 قناة العمانية صدقني. يعني أنا قلت لك الحمد لله يعني معاق، أشاهد التلفزيون كثيرا يعني في البرامج الدينية، في سماحة المفتي يعني دائما أتصل بهم، مع الأخ سيف، مع أخ يعني كلهم، والحمد لله يعني أشاهد لأني عندي حب لله في سلطنة عمان. الله يسلمك. منذ الصباح الباكر وأنا أتفرج، ونحن عندنا في تونس الساعة السابعة يعني والنصف، يعني منذ السادسة صباحا وأنا أتفرج في القناة العمانية يعني، وأريد أطمئن، ونريد يعني أن تطمئنونا على يعني ما أحبكم الله به من غيث نافع، إن شاء الله يكون له يعني تكون له منفعة كبرى على السلطنة، وإن شاء الله بشرى، هذه بشرى لأخواننا في السلطنة. الحمد لله يعني الحسين، هي الحمد لله كانت أمطار خير طبعا على معظم محافظات السلطنة، غزارة في الأمطار، غزارة في الأودية، الحمد لله نقول إن ما ضرت شيء يعني، في بعض الأضرار المادية البسيطة، ونقول هي أمطار خير واستلمناها وأخذناها على أساس أنها أمطار خير. سعدنا بتواصلك الحسين، سعدنا باهتمامك ومتابعتك لقناة السلطنة، لتلفزيون سلطنة عمان. نعم، الله يجزيك الخير يا أخي، تحياتي لكل الشعب العماني يعني، تحية من القلب إلى القلب صدقني، من القلب. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يجزيكم ألف خير. شكرا. شكرا الحسين، شكرا على تواصلك. الله يحفظك. إذا أحبتنا، هذه كانت سالفة اليوم، وهذا كان آخر اتصال من اللي أخذناه من تونس. إذا مثل ما عرفنا، الوعي ولله الحمد تدريجيا الناس أصبح عندها وعي، أصبح عندهم ثقافة، يتقبلوا هذه التوجيهات وهذه التحذيرات، يأخذوها بمحمل الجد. الاحتياط واجب، الحذر واجب، وأنا ما أريد أكرر كلام هذا لك اليوم، لأن أحس أنه والله حتى استخفاف بالمشاهد أن نقول الحذر مطلوب، الواجب مطلوب. لا، اليوم ولله الحمد مجتمعنا أصبح بدرجة عالية من الثقافة، بدرجة عالية من الوعي، ويقدر يتعامل مع هذه الأمطار الخير، يتعامل معها بشكل رائع جدا بمشيئة الله. محطتنا القادمة أحبتنا راح ناخذ تقرير عن ملتقى الإبداع الإعلامي الثامن بجامعة السلطان قابوس. طبعا هذا الملتقى تم تدشين فيه إذاعة صدى الجامعة، وهي أول تعتبر أول إذاعة جامعية داخلية على مستوى جامعات دول مجلس التعاون الخليجي. نتابع هذا التقرير. اختتم بجامعة السلطان قابوس فعالية ملتقى الإبداع الإعلامي الثامن، والذي نظمه قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية في المركز الثقافي بالجامعة. وتأتي أهمية مثل هذه الملتقيات من ناحية رفض المؤسسات الإعلامية المختلفة سواء في قطاعاتها العامة أو الخاصة بالمواهب الإعلامية والإبداعية في كثير من المجالات، الإذاعة والتلفزيون والصحافة والنشر الإلكتروني والعلاقات العامة. كذلك ومن خلال هذا الملتقى تم تدشين إذاعة صدى الجامعة التي تعتبر أول إذاعة جامعية داخلية على مستوى الجامعات دول مجلس التعاون، كما تعد هذه الإذاعة انطلاقة حقيقية للمستمعين وزوار الجامعة، وهي بمثابة مصنع تجريبي لإعداد إعلاميين مؤهلين للانضمام لإذاعة سلطنة عمان أو الإذاعات الخاصة الأخرى. ومن الفعاليات الأخرى التي اشتمل عليها ملتقى الإبداع الإعلامي الثامن ندوة شباب الخليج التي جاءت تحت عنوان الإعلام وإدارة الأزمات، وشارك فيها طلبة جامعات السلطنة وبعض طلبة دول مجلس التعاون. هذا بالإضافة إلى افتتاح معرض فني ولقاء جمع كل خريجي قسم الإعلام بالجامعة.
إقامة مثل هذه الملتقيات والتي تأتي بمشاركة طلبة الجامعات والكليات بالسلطنة وبعض جامعات دول مجلس التعاون الخليجي للتعريف بمشاريع الطلاب في مجال الصحافة والإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة، فضلاً عن كونه يمثل حلقة وصل بين قسم الإعلام بالجامعة ووسائل الإعلام المختلفة. حياكم الله أحبتنا، رجعنا لكم في برنامج قهوة الصباح لهذا اليوم. محطتنا القادمة راح نتكلم عن مهرجان البنتومايم المسرحي والمقام في صلالة في محافظة ظفار بمشيئة الله. تشارك في هذا المهرجان مجموعة من الفرق المسرحية من مختلف محافظات السلطنة. المهرجان يستمر مدة 5 أيام وتعرض في مجموعة من المسرحيات مثل ما ذكرت. إحدى الفرق المشاركة في المهرجان فرقة الرستاق المسرحية الأهلية. اليوم ضيفنا في الاستوديو رئيس الفرقة محمد بن خميس المعمري. محمد صباح الخير. صباح النور، صباح النور لجميع المشاهدين لهذه القناة الرائعة، صباح النور للوطن الرائع، صباح النور لجميع المهتمين بالحراك المسرحي سلطنة عمان. وصباحك خير إن شاء الله. كيف وياكم الأمطار؟ تابعتوا الأمطار وتأثيراتها؟ وهي أمطار خير وبركة إن شاء الله. الحمد لله كانت أمطار خير، كنا ننتظرها الأمطار الجميلة. الحمد لله. يعني الحمد لله. وخلت لقاع جميل في أنفسنا يعني، وإحنا نشاهد الأمطار الجميلة تنساب بين الأودية، تنساب بين الأشجار، كان منظر رائع يعني، يوحي لنا أن إحنا لازم نسوي حركة مسرحية أكثر يعني. إن شاء الله إن شاء الله. طيب ندخل محمد في موضوع المهرجان، مهرجان البنتومايم. مهرجان البنتومايم، طبعا أنا في بداية الموضوع أقدم شكر جزيل للأخوان في فرقة صلالة المسرحية على هذه البادرة الطيبة. نعم. شكر خاص أيضا لرئيس الفرقة الأخ عماد، الفنان عماد الشنفري. الشيء الجميل أن إحنا هناك حراك مسرحي متنوع، يعني مهرجان بنتومايم وأتوقع أنه هو يعرض لأول مرة في الوطن العربي أيضا يقام. نحن في عمان كانت لنا البادرة الطيبة لفرقة صلالة المسرحية. بس نعرف المشاهد محمد بالبانتومايم اللي هو المسرح الإيماء، الإيماء الحركي. نعم، الإيماء الحركي. نعم. المسرح الصامت الذي لا يعتمد على الكلام، ولكن أثناء ما يتوقف الكلام يتحرك الجسد، ينطق الجسد بحركة إيمائية جميلة. نعم. أيضا هنا إبداع ممثل، طبعا هو لا يفرق عن المسرح بشيء، جميع عناصر العرض المسرحي متواجدة في هذا العرض. اللهم الكلام، لغة الكلام تأتي مكانها لغة الجسد، نقدر أن نوصل الفكرة أيضا، وهناك لها جمهور خاص أيضا ويستمتع، وفي مسرح أيضا نفس النوع نقدر نقدمه بالطريقة الكوميدية والتراجيدية، نقدر نوصل الأفكار. مثل ما قلت لك هو عناصر العرض المسرحي موجودة في هذا العرض إن شاء الله وفي هذا العرض. وحتى هي لغة الجسد محمد تصل أكثر ربما للمتلقي من يعني رسالة الكلام، موضوعها تأخذ نسبة معينة فقط. نعم، لكن نعم. لغة الجسد تأخذ توصل للمتلقي بشكل أكبر. صحيح، طبعا هناك أنواع من المدارس المسرحية ومذاهب. نعم. المسرحية، وطبعا دائما المسرح الحين ما يعتمد على الجسد، يعتمد على الرؤية البصرية، والرؤية البصرية يتميز بها الجسد والإضاءة وكل مكملات العرض المسرحي وعناصر العرض المسرحي الأساسية. أنا إن شاء الله متأكد ومواثق جدا أن هذا المهرجان سيكون ناجحا بإذن الله، وأكتب له النجاح من الحين، لأنه من يشرف على هذا المهرجان هم أيضا مبدعين. نعم. في الفن وفي. نعم. المجال المسرح أيضا لهم السبق كفرقة صلالة أنها تحوز المركز كعرض أفضل عرض متكامل خليجي، وهذه بادرة طيبة يعني فرقة المسرحية العمانية. صحيح. عندما نعطي الإنسان يعني نخلي الإنسان المناسب في المكان المناسب أكيد راح أنه ينجح. فهذا الإشراف عليه مسرحيين متخصصين، فئة الشباب، أتمنى إن شاء الله التوفيق والاستمرارية، وهم أيضا طموحهم أن يصبح هذا المهرجان مهرجان عالمي لا يقتصر على المحلية فقط. هم السنوي المهرجان محمد، هو راح إن شاء الله هذا هو المهرجان الأول، وإن شاء الله هم أيضا في الأخوان في صلالة يتمنوا يتمن يكون مستمر يعني. يتمنوا يكون مستمر، يتمنوا. نعم. يكون عالمي. وفي أيضا الجوائز حتى ما محددة للعمانيين، يعني ممكن يكون كاتب عماني أو غير عماني، فهي إن شاء الله في السنوات القادمة راح يكون المهرجان أكثر إيضاحا وأكثر انتشارا وأكثر إيصالاً للمشاهد إن شاء الله. طيب محمد، نتكلم شوية عن مشاركتكم كفرقة الرستاق المسرحية في هذا المهرجان. إحنا سعيدين جداً بالمشاركة، يعني إحنا دائماً نحرص أن نكون مشاركين، وخاصة أن أيضاً الأخوان في صلالة يعني وجهونا إلى نوع آخر اللي هو المسرح البانتومايم، المسرح الصامت. نعم. وإحنا صار لنا تجربة سابقة، وحبينا نأكد وجودنا في هذا المهرجان، وحبينا أيضاً نوقف مع الإخوان. يعني طبعاً إحنا في خندق المسرح رغم كل الظروف اللي نجابها، إلا نقول ما زلنا نطرق على الحديد حتى يلين.
يعني أقول لك ما زلنا نطلق على الحريف فعلا، يعني رغم كل الظروف اللي ضرب كل الصعوبات اللي نواجهها إلا أن هناك حراك جميل من فرق معينة. يعني في فرقة تحصل هي تدير مهرجان للطفل، في فرقة أيضا للبانتومايم، في فرقة في أفكار أخرى. فأتوقع أن أنت وغيرك ما غريب علينا على الإمكانيات الموجودة، عدم وجود مسارح، عقلة الإمكانيات، وهمنا اللي نشكيه كل يوم. نتمنى الإخوان المسؤولين عن الحراك المسرحي في السلطنة أن ينتبهوا لنا، فنحن بهذه الأشياء اللي نقوم بها من مهرجانات أو فعاليات نقول ما زلنا موجودين، ما زال الكادر البشري جيد. أرجوكم أن توفروا لنا الكادر المادي حتى نرتقي بالمسرح. محتاج لأرضية المناسبة. هناك أشياء كثيرة، يعني الدعم المادي طبعا، الدعم المعنوي، العروض يعني مكان العرض الذي يفتقر، يعني كثير من المناطق السلطنة وكثير من الفرق السلطنة تفتقر إلى أماكن العرض. لكن إن شاء الله لن نيأس، وسيأتي جيل آخر أيضا سيستمر ويكمل المسيرة إن شاء الله. ولا بد في يوم من الأيام التراث الغني. لكن محمد شوف، نعم، الأشياء اللي احنا جالسين نشوفها اليوم، المهرجان اللي يقام الآن في صلالة وممكن، نعم، في مهرجانات قادمة، نعم، تبشر بالخير، بأن والله الحركة المسرحية بصحة وعافية، الحركة، نعم، المسرحية ما زالت مستمرة، في الكثير من شبابنا، نعم، الغيور على هذا الفن الجميل اللي مصر أنه يوصله وأنه يظل على قيد الحياة بعطاء وبنشاط وبحيوية. هي النظرة التفاؤلية، لكن بالجانب الآخر هناك جانب سلبي. يعني كثير من المسرحيين اللي نعرفهم مبدعين جدا لكن وصلوا لدرجة اليأس. لكن نقول ما زال هناك شباب مبدعين مثل الأخوان في فرقة صلالة وباقي الفرق، إن شاء الله بإذن الله سيأخذ المسرح العماني مكانه بين المسارح، فنحن لا ننقص عن الآخرين بشيء. الكادر البشري، نعم، جيد، عندنا المؤلف، عندنا المخرج، عندنا الممثل الرائع، عندنا الأفكار الجميلة، عندنا الأرضية اللي هي البيئة العمانية الخصبة، التاريخ، التراث، كل هذا إن شاء الله سيثري المسرح إن شاء الله، ولن نتوقف، وسنرى إن شاء الله مسرحا جميلا بإذن الله. لن نتوقف، يقودنا هذا محمد لخططكم المستقبلية ومشاريعكم المستقبلية إن شاء الله على مستوى المسرح، إذا في مشاركات داخلية في السلطنة، في مشاركات خارجية جالسين تخططوا لها إن شاء الله. والله أتوقع أن كل الفرق المسرحية في عمان يعني تسعى جاهدة أن تكون موجودة، أن أيضا نقدم للجمهور المسرحي شيء جديد رغم كل الظروف، رغم كل الإمكانيات، إلا أن هناك في خطط، كل فرقة مسوي خطة معينة. إحنا طبعا عندنا موسم مسرحي كوميدي والحمد لله رب العالمين، تبنينا من فترة من 4-5 سنوات نقدم في العيد مسرح كوميدي، والحمد لله صار جمهور معين. فعندنا في هذه السنة إن شاء الله في 2013 مسرحية كوميدية، عندنا أيضا مشروع المشاركة في المهرجان المسرح العماني الرابع بإذن الله، عندنا طموح المشاركة الخارجية. قبل فترة كنا مشاركين في الكويت بمسرح الطفل الأول، نعم، وهذا المسرح بانتومايم الأول إن شاء الله بنشارك فيه، ونسعى أن يكون لنا أيضا مهرجان خاص للفرقة المسرحية بإذن الله على نهاية 2013 أو على 2014 نقدمه إن شاء الله، كل شيء في وقته جميل إن شاء الله. المشاركات الخارجية محمد، نعم، تتبناها الفرقة نفسها تمثل تشارك في، يعني تمثل تحضر هذه المناسبات، أو في جهة ترعى وتتبنى الفرق المشاركة في السلطنة مثلا؟ أخي العزيز، نتكلم بصراحة، المسرح العماني تائه بين الرعاية. من هو الراعي الأساسي للمسرح في عمان؟ وماذا يقدم هؤلاء الرعاة لهؤلاء المسرح؟ اجتهاد شباب، كوادر طيبة، لكن الأخوان المسؤولين للأسف الشديد غير مقتنعين بالحراك المسرحي. فما أعرف هل العيب فينا إحنا كمسرحيين ما قادرين نوصل؟ لا اسمح لي محمد، نعم، الآن في أتصور أنا فاهم كلامك بس بغى أوصل يعني قائمة على موضوع المسرح، نعم، يعني احنا ايضا في جهة ترعى المسرح كامور رسميه فقط، لكن في احيانا ما ادري اشياء تحدث وفي الوسط ما نعرف لها تفسير. يعني نحن نحتاج من ياخذ بيدينا، نحتاج من يوجهنا صح، نحتاج من يساندنا صح بالامكانيات ايضا المتاحه، ما نطلب المستحيل. يعني اذا كان فرق مسرحيه تقيم مهرجانات، واحنا عندنا 3 مهرجانات في السلطنة تقيم فرق مسرحيه، فهل الجهه الراعيه لا تستطيع ان تقيم مسرح جيد، مسرح عربي على سبيل المثال؟ جميع الدول العربية تقدم 3-4 مهرجانات في السنة، وإحنا في السنتين نقدم مهرجان وللأسف الشديد مليء بالسلبيات. لن أريد أتكلم عن هذا الهم، ولكن أقول أحيانا يعني في فرقة، وأنا ما أتكلم عن فرقتي بس، يعني توصل لدرجة أن الوزارة أو الجهة المعنية عن المسرح زين في اللحظات الأخيرة تعتذر لهذه الفرقة بعد أن تمت جميع الإجراءات الرسمية. يعني على سبيل المثال مشاركتنا في الكويت، نعم، كنا متنسقين مع جهة المسرح، وأيضا جاءتهم رسالة رسمية وكل إجراءاتنا سليمة. قبل بأسبوع يا جماعة الخير الأخوان في الكويت اتصلوا فينا، وين وصل الموضوع؟
وخلال الكلام قالوا لنا للأسف الشديد الوزارة تعتذر لأن لم تعد في رزنامة الوزارة. أيضا موقفنا حرج كان في الكويت، الجماعة عدينا في الجدول، حاجزين لنا السكن، الضيافة، اضطرينا نسافر على حسابنا الخاص. وهنا أسجل وقفة شكر لجمعية المسرحيين أيضا ساندونا في هذا الموقف، شكرا لهم جزيلا. وإن شاء الله إن شاء الله سنتعدى جميع الصعاب إن شاء الله. لكن كل فرق صدقني في عمان تسعى أن تتواجد في المهرجانات العربية والمهرجانات العالمية للاستفادة، الاستفادة الكبرى. زين، سنبذل الغالي والرخيص ليقف المسرح العماني على قدميه إن شاء الله. كفاية إحنا كم سنة وإحنا ما زلنا نحبو في المسرح، نريد أن نقف، نريد أن نقول أن المسرح العماني ما زال موجود بخير وبخير بكوادر الشباب إن شاء الله. طيب محمد، يعني أنتوا الآن أنت كرئيس فرقة وفي فرق أهلية كثيرة ولله الحمد في السلطنة، لكن في فرق يعني على مستوى الكليات وفي فرق على مستوى الجامعات. عطاءات هذه الفرق محمد كيف تشوفها؟ ترى أنا مثل ما قلت لك محتاجين للتنظيم، من التنظيم محتاجين الجهة التنظيمية. يعني إحنا من المهرجان المسرح المدرسي، والحمد لله عندنا مهرجان مسرح مدرسي الرابع، وللأسف الشديد يمكن أنت ما سمعت عنه، مهرجان هو أساس البذرة الحقيقية. نعم. يعني محتاجين لتغطية إعلامية لأنه هو الأساس. عندنا مهرجانات جامعية في الكليات، كوادر والله جدا تحترم وترفع لها القبعة، من يرعى هؤلاء الكوادر؟ فأنا ما قلت لك من ساعة عبارة سنطرق على الحديد حتى يلين، حتى يقتنع الإخوان المسؤولين عن الحراك المسرحي في عمان أن المسرح العماني ما زال بخير وأن الكوادر هذه تستحق. يعني إحنا ما ننتظر شيء، نقول اللهم بعد ما نموت يقولوا لنا خلاص كانوا والله يشتغلوا في المسرح، نبغى الحين يهتم فينا. صحيح. واحنا محمد يعني لكن فوق ذلك احنا ما ننسى بعض يعني بعض المواقف الجيده. اكيد اكيد في مواقف ايجابيه كثيره محمد. واحنا في السلطنه يعني الحركه المسرحيه مش حديثه العهد، مش طبعًا. من سنه او من خمس سنوات او من عشر سنوات، الحركه قديمه جدا. وربما استفدتوا من تجارب اخرين ايضا على مستوى الخليج اللي هم الناس اللي سبقونا في مجال المسرح. بالضبط بالضبط. لا احنا نقول لك لما نتكلم عن مسرحنا وتاريخ مسرحنا نفخر فيه، لكن نتمنى ايضا يوصل. من اللي يوصل؟ نوصله احنا والجهه المسؤوله عن المسرح. زين، لكن احنا نقول بعد حتى الفتره الطويله هذه لو جينا نقيم انفسنا صح نقول المسرح ما زال يحبو، متى نستفيق؟ لكن بهمه الشباب هذه الاراء، فكره هنا، مهرجان هنا، وقف مسانده اهليه هنا. نعم. ان شاء الله ان شاء الله راح يقتنع الجميع بالحركه المسرحيه ان شاء الله في عمان، وسنرى مسرح جميل جدا ان شاء الله باذن الله. باذن الله محمد، بوجودك ان شاء الله وبوجود الشباب الخيرين في هذا البلد المعطاء الحمد لله. نعم. بلدنا يزخر بالعديد من الابداعات، العديد من المواهب، العديد من شبابنا اللي كل يوم نشوفهم مبدعين في مجال معين. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ونتمنى ان تستمروا بطرق الحديد حتى يلين بإذن الله. محمد، ترى هو حبنا للوطن وحبنا للحراك المسرحي وحبنا ان احنا نقول ايضا في عمان يعني مكسب كنز كبير عندنا، سواء في البيئه، في التاريخ، في التراث، يجب ان هذه الامور كلها ان نظهر من المسرح. يا اخي انا اتكلم شيء واحد، البدايه بالمسرح. يعني احنا عشان نطور الدراما ونطور الحركه الدراميه في السلطنه نبدا بالمسرح. بالعكس احنا كلنا توجهنا صرنا نهتم بالاعمال التلفزيونيه ونصرف بها، رغم ان الاساس هو المسرح طبعا، ملايين الريالات، بحيث ان الفتات لا يوصل للمسرح، رغم ان المسرح هو الاساس حتى نصل للتلفزيون او الفنون الاخرى. بجهودكم محمد وبجهود الخيرين من شبابنا ان شاء الله راح يصل المسرح. محمد بن خميس المعمري، رئيس فرقه الرستاق المسرحيه الاهليه، شكرا جزيلا لك اخوي محمد، وموفقين بمشيئه الله. وأنا أدعوك لمتابعة هذا المقطع المسرحي ويا المشاهدين إن شاء الله. أنا أشكرك. الله يعطيك العافية. تسلم. وش من خرابيط؟ أنت بغيت تفضحنا؟ نحن في برنامج نجوم الظهر وعلى الهواء مباشرة الحين. يا أخي تتكلم زين، تتكلم زين، لا تفضحنا. نسيت أصلاً أنا أول كنت بشتغل على تقارير زراعية وكذا، نسيت أول مرة أشارك في فن ونجوم وغناء. إيش علمني علمني كيف. تفضلوا أجلسوا، تفضلوا أجلسوا. بغني خلي غني أثبت أنك تستاهل تدخل نجوم الظهر. على فكرة المغني هذا مش مستاهل كثير، 100 كيلو بس مش سيارة هو إيش. غني أنت على الهواء مباشرة. يا صوت خامة لا تحصلها، خامة رائعة جدا. نعم خامة رائعة جدا. أعزائي المشاهدين، الثنائي الممتع علي ومسعود، الآن استمتعوا معنا مع المتسابق الأخير. إنه فهد الذي يحب أن يطير من خفته ويطير، فليدخل المتسابق فهد. رحبوا معنا بالمتسابق فهد، مرحبا بك.
أهلاً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معصب يا أخي معصب وليس مرتاح. وكيف حال الأوس والخزرج؟ الحمد لله بخير بخير، لكنني معصب. إيش اللي معصب بك؟ معصب؟ أتيت من الإجازة؟ حياكم الله أحبتنا، متواصلين معكم في برنامج قهوة الصباح، ونتمنى أن ما يكون في حد معصب إن شاء الله. نتمنى تكون الابتسامة موجودة، أقرب طريق للوصول لقلوب الآخرين هي الابتسامة، وصباحكم ابتسامة إن شاء الله. أحبتنا مثل ما ذكرنا في البرنامج بأن راح يكون معنا تواصل، والآن أتصور الاتصال جاهز مع الهيئة العامة للطيران المدني، عبد الله بن راشد الخضوري أخصائي إرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني. صباح الخير أخوي عبد الله. صباح النور أخي هلال، وصباح النور لكل المشاهدين الكرام. حياك الله. تفضل. حياك الله، صباحكم خير وصباحكم ماطر بمشيئة الله. أخوي عبد الله، يا ريت لو تضعنا في آخر مستجدات الطقس وحالة الأمطار اللي تشهدها السلطنة في هذه الفترة. نعم أخي هلال، طبعا الحمد لله رب العالمين، عشنا أيام طيبة في الأيام الماضية، والحمد لله على نعمة المطر. الحمد لله. طبعا اليوم تبدأ الحالة الجوية في انخفاض تدريج، انخفاض التدريج الآن، بدأت الحالة في الضعف في قوتها طبعا. نعم. اليوم إن شاء الله نتوقع تكون بعض الخلايا للسحب الرعدية بشكل عام ومتفرق، يعني مقارنة بما حدث في الأيام الماضية. اليوم الحمد لله يعني الأجواء أكثر هدوءا بكثير عما سبق، ما يمنع هذا من تكون بعض الخلايا الرعدية على جبال الحجر والولايات المجاورة. طبعا الأمطار المتفرقة قد تكون رعدية الآن، قد تكون رعدية، ستكون حاضرة بين الفترة والأخرى، خصوصا خلال فترات الظهير والمساء. طيب عبد الله اسمح لي بقاطعك، يعني وين تتركز هذه الحالة؟ وين بتتركز؟ على سلسلة جبال الحجر مثلا؟ نعم، هي سلسلة جبال الحجر بشكل عام والولايات المجاورة، يعني معظم شمال السلطنة، محافظات شمال السلطنة ما زالت تحت تأثير الأخدود ولكن بشكل ضعيف جدا. الآن بدأ مرتفع جوي يتعمق أدنى في السلطنة، بدأ مرتفع جوي يتعمق ويدخل ويتغلغل أدنى في السلطنة، لذلك احتمالية تكون السحب الرعدية بدأ يضعف كثير. ضعيف. ولكن هناك آخر التوقعات والتحديثات للتنبؤات العددية تشير إلى احتمال هطول بعض الأمطار المتفرغة، قد تكون رعدية أحيانا على سلسلتي جبال الحجر. طيب الأجواء بشكل عام أخي هلال، الأجواء بشكل عام جميلة وهادية، ممكن نحصل زخات من المطر، رشات من المطر، قد تكون رعدية طبعا في بعض الأحيان، ولكن بشكل أخف وأقل بكثير عما حدث في الأيام الماضية. طيب عبد الله بشكل سريع لو تكرمت الله يخليك، أنت الآن تقول بأن الحالة بدأت في الانخفاض التدريجي، لكن في كلام يتداول بأن والله الحالة ما زالت مستمرة ربما إلى نهاية الأسبوع القادم. الأجواء بتكون تواجد السحب بشكل متفرغ أخي هلال. أنا أؤكد للجميع الحالة بدأت بالضعف، قوة الحالة وقذارة الأمطار التي شهدناها بالأيام الماضية بدأت بالانخفاض واضح جدا، لا مجال للإشاعات. طبعا الأجواء بشكل عام جميلة جدا، ولو كان فيه أمر يستدعي التنبيه والتحذير لحذرنا المواطنين كما حذرناهم. صحيح. ونبهناهم. صحيح. عما سبق. الأجواء بشكل عام أجواء جميلة جدا، أمطار اليوم الفرصة موجودة للأمطار بشكل متفرق، قد تكون أحيانا رعدية. طبعا بكرة الخميس أيضا الاحتمال موجود، يوم الجمعة كذلك مستمرين عليه ولكن بشكل محدود ومتفرق. الأجواء جميلة الله. جدا بإذن الله. نعم. نعم. أمطار. نعم. خير إن شاء الله أخوي عبد الله، وجهودكم مقدرة. عبد الله بن راشد الخضوري من الهيئة العامة للطيران المدني، شكرا جزيلا لك وشكرا على جهودكم اللي تبذلوها، الله يعطيك العافية. شكرا يا اخي. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. احبتنا طبعا احنا وصلنا الى نهاية البرنامج لحلقة اليوم، احنا في ان شاء الله مقبلين على اجازة نهاية الاسبوع، نتمنى ان نستغلها بشكل حلو وبشكل رائع مع الأهل ومع الأسرة بمشيئة الله. وطبعا بكرة قهوة الصباح أيضا ما في حلقة إن شاء الله، وراح تكون فيها فقرات ومواضيع جديدة. سعدنا بالتواصل معكم على مدار ساعة ونصف، ملتقاكم إن شاء الله بكرة في برنامج قهوة الصباح. الله يحفظ الجميع وحياكم الله.